في الفيديو ده انا هعرض لكم 5 افلام مختلفه من افلام التحديات، وكل فتره هننزل فيها افلام تحديات هجمع لكم كده احسن 5 افلام واعملهم في فيديو واحد ممتع وهيعجبكم ان شاء الله. فجهزوا بقى عشان انتوا على جرعه من التحديات والتعذيب والموت اللي مش هتشوفوها في اي فيديو تاني. شجهز؟ طب يلا بينا. فيلم النهارده بقى يا صاحبي فيلم جامد، تحديات ودم وقتل، وبص كل اللي انت بتحبه هتلاقيه في الفيلم ده، وصدقني اتفرج على الفيلم الاخر عشان هتتصدم من النهايه. شاجهز؟ طب يلا بينا. ده فيلمنا بشخص اسمه نيرو. محدش بقى يجي يقول لي انا اللي سميته كده، هو اسمه كده في الفيلم، انا ماليش دعوه، صدفه غريبه الصراحه، هتسمعوا اسمه كتير قوي في الفيلم ده. المهم نيرو هو قاعد في بيته بكل هدوء بيتصفح الانترنت وعادي زي اي حد يعني، لحد هنا تمام. اللي مش تمام بقى ان قدام الشخص ده في بنت عماله تقتل بنت تانية وتنزل فيها ضرب لحد لما بتتاكد انها ماتت، وبتتكلم مع نيرو وبتقول انها خلاص ماتت، وبيكون واضح انها متضايقه وما كانتش عايزه تعمل كده، ولكن نيرو بيعرفها ان ده اتفاق ولازم تنفذه، فبتضطر البنت انها تكمل وتكمل، وفي النهايه بتطلع قلب الجثه دي وبتحطه على صينيه وبتقدمه لنيرو. وقتها بس بيفرح نيرو اللي باين عليه ان هو مجنون، وبيامر واحد من رجالته انه يديها فلوسها ويمشيها، وفعلا بتاخد 5 مليون دولار وبتمشي. بيكمل نيرو تصفح على الانترنت وبنشوفه انه بيبحث عن اكتر الاشخاص اللي مهووسين بالشهره ولكنهم فشلوا في تحقيقها ولسه بيسعوا ليها بكل الطرق. بيكون من ضمن الاشخاص دي واحد اسمه كاسبر نوردن. بمناسبه كاسبر نوردن ده بقى، فبنشوفه في نفس الوقت بيصحى في بيت كده وما بيكونش عارف هو جه هنا ازاي، لكنه بيلاقي ورقه جنبه مكتوب فيها اهلا بيك في بيت فوركاست للمرح والمليطه، وبيشتغل تسجيل صوتي بيرحب بيه وبيطلب منه يلبس وينزل الغرفة المشتركة اللي فيها بقية المتسابقين. في الوقت ده بيبدأ كاسبر يفتكر الماضي وبنشوفه قاعد مع مدير أعماله، وبيعرف المدير إنه جاله عرض إنه يحضر برنامج تلفزيون الواقع في بيت اسمه بيت فوركاست للمرح والمليطة، ولو كسب المسابقة اللي هتتعمل في البيت ده هياخد 5 مليون دولار. طبعا كاسبر وافق لان مفيش حد يقدر يرفض عرض زي ده، دول 5 مليون دولار يا صاحبي. عشان كده هو بقى في البيت ده، فكرة برنامج تلفزيون الواقع ده انها برامج بتظهر المشتركين فيها على مدار ال 24 ساعة لكل الجمهور بدون اي فواصل اعلانية، وده نوع من البرامج مشهور جدا في امريكا. عامة بيلبس كاسبر فعلا وبينزل الاوضة المشتركة وبيقابل 3 اشخاص، وهم لاعب MMA سابق اسمه جيمس، ويوتيوبر انجليزي اسمه نيفن، ولاعبة فنون قتالية اسمها كات. بيبدأوا كلهم يتعرفوا على بعض ويكلموا سوا، فمن كلامهم بنعرف ان كلهم ما يعرفوش وصلوا لهنا ازاي، هما بس مضوا على عقد الانضمام للبرنامج وجت عربية خدتهم وخدرتهم وصحيوا ولقوا نفسهم هنا. كمان بنعرف ان كاسبر مشهور جدا لانه كان بيحب مغنية اسمها دارلا، وعملوا سوا برنامج تلفزيون واقعي، لكن بعد فترة انفصلوا ودارلا شهرتها عمالة تزيد، اما كاسبر فما بقاش في حد بيتابعه حرفيا. بعدها بشوية بيجي لهم باقي المشتركين وهم 4 كمان اسمهم اولا وديكس وخيمنا ولون، ومجرد ما 8 مشتركين اجتمعوا رسميا بيبدأ البرنامج وبيشتغل فيديو بيعرف الجمهور بالمشاركين 8. بعدها بيظهر باندا كده على الشاشة وبيتكلم مع الكل وبيعرفهم انه هو فوركاست صاحب البرنامج، وبيشرح لهم طبيعة البرنامج وهي كالآتي: 8 اشخاص دول هيقعدوا في البيت هنا وهيمارسوا حياتهم عادي جدا وهيعدوا بشوية اختبارات وهكذا، وكل 3 ايام الجمهور هيصوت ليهم وصاحب اقل تصويت هيخرج من البرنامج لحد لما يتبقى شخص واحد بس هو اللي هيفوز بالجائزة الكبيرة. لكن ايه نوعية الاختبارات ده احنا مش عارفينه لحد دلوقتي. وبيعرفهم فوركاس كمان ان هيكون معاهم في البيت ناس مقنعين عشان يساعدوهم ويهتموا بالبيت، ولكن ممنوع اي مشترك يتكلم مع الناس دول ويسألهم على اي حاجة لانهم اصلا مش هيردوا عليه. واخيرا بقى كل مكان في البيت فيه كاميرات حتى الحمام عشان يبقوا ظاهرين قدامهم طول الوقت. بعد ما بيخلص فوركاس كلامه بيبدأ البرنامج فعلا، وبيبدأوا الكل يعيشوا حياتهم في البيت ويستمتعوا ويحتفلوا وهكذا. لكن وسط كل ده بيبدأ كاسبر ولوني يقربوا لبعض ويحبوا بعض، بس ده حديث آخر لوقت آخر. المهم إن الأيام بتعدي وبنوصل لليوم الثالث في التحدي، فبيجتمع الكل في القاعة الرئيسية وبيظهر فوركاس على الشاشة وبيعرف الكل إن نتيجة التصويت جت.
بيبدأ يعلن النتيجة واللي بتكسب فيها أولى بأعلى نسبة تصويت، وده بيضايق بقية المتسابقين منها خصوصا خيمنا. أما بقى أصحاب أقل تصويت فهما لوني ونيفن، فبناء عليه بيعرفهم فوركاس إنها هيتعمل بينهم اختبار عشان يحددوا مين فيهم هيكمل ومين هيمشي، وعلى طول بيجي واحد من المقنعين وبياخدهم للاختبار، أما الباقي فبيأمرهم فوركاس يروحوا لغرفة المشاهدة ويتفرجوا على الاختبار. فبيعملوا كده فعلا وبيروحوا لأوضة المشاهدة وبيلاقوا الأوضة مقفلة وفي إزاز، بس بيوضح لهم أوضة كده قدامهم وبيدخلوا لون الأوضة دي وبيدوها نظارة معتمة تلبسها عشان ما تشوفش حاجة، وبمجرد ما بتلبس النظارة بيبدأ الجنان كله بقى، لأن فجأة بينزل من السقف نيفن وهو مربوط، وبيجي واحد من المقنعين وبيدي لوني مضرب كله سنون مدببة وبيطلب منها تضرب في كورة قدامها. طبعا مش بيعرفوها ان الكورة دي هي في الحقيقة نيفن، فبتبدأ لوني تضربه وهي ما تعرفش، ومن كتر الضرب بيموت نيفن فعلا. وفي الوقت ده بيسمحوا للوني تقلع النظارة عشان تتفاجأ بالمنظر البشع اللي قدامها وما بتكونش مصدقة نفسها. اما باقي المتسابقين فمش بيقلوا صدمة عنها وبيكونوا في قمة الرعب. وفوق ده كله بيبدأ فوركس او الباندا يتكلم معهم وبيعرفهم ان دي حقيقة البيت هنا، محدش فيهم هيخرج عايش الا واحد بس اللي هو هيفوز $5 مليون. وبينصحهم فوركاس ما يحاولوش يهربوا لانهم هيفشلوا وساعتها هيموتوا باسوأ طريقة يتخيلوها. وبنشوف اللي بيتكلم في الحقيقة بشكل فوركاس ده هو نيرو المجنون اللي شفناه في اول الفيلم، لكن طبعا محدش يعرف كده. عامه بقى بعد ما خلصت الليلة بيرجعوا كل على القاعة الرئيسية وبيكون الكل هيتجنن ومش مصدقين انهم وقعوا في فخ بشع زي ده، واكتر واحد بيكون خايف هو الديكس، فبيقرر يهرب وبيكسر ازاز في البيت كده يهرب منه، لكنه مش بيعرف طبعا. وبيجوا مقنعين وبياخدوا لنفس الاوضه المشؤومه اللي كانت فيها اللوني، وخلينا نسميها أوضة العرض. بيجي كله وبيقعدوا في أوضة المشاهدة وبيبدأ فوركس يتكلم معهم وبيعرفهم إن الديكس غلط ولازم يتحاسب وبناء عليه هيموت النهاردة بطريقة بشعة. وبيخلص كلامه وهوبا بيحط ديك في برميل، وبيجوا مقنعين وبيرموا عليه حمض قوي جدا عشان حرفيا يدوب جسمه في ثواني، وبيموت ديكس في مشهد مؤلم جدا جدا. بعدها بيرجعوا كل القاعة وبيكون الكل حزين وفي حالة صدمة، لكن فوق ده كله بقى بيتكلم فوركاس معاهم فجأة وبيعرفوا ان ميعاد نتائج التصويت الجديد جه، وبيعرض لهم النتائج وبيطلع ان اولى وخيمنا جابوا اقل تصويت، فبناء عليه لازم يكون في اختبار بينهم. بيكون اولى وخيمنا اصلا بيكرهوا بعض زي ما قلت لكم في الاول، فجاهزين لاي اختبار عشان يقضوا على بعض، وده اللي بيكون فوركاس او نيرو عارفه كويس، فبيقرر يستغله وبياخدهم لاوضه العرض وبيعرفوا ان الاختبار هيكون معركه مميته دمويه بينهم هما الاثنين في الضلمه، واللي هتقتل الثانيه هي الفايزه، وبيدوا كل واحده فيهم بلطه وبيقفلوا النور وبيامروهم يقتلوا بعض. فبتبدا خيمنا واولى يضربوا بعض وهما مش شايفين حاجه، مش بيعرفوا يسيبوا بعض خالص، لكن خيمنا الغبيه بتفضل تتكلم مع اولى فبتقدر اولا تحدد مكانها، وهوبا بتنزل عليها البلطه وبتشق لها دماغها نصين وبتموت، وبيخلص الاختبار على كده. بعدها بقى يا صديقي بنشوف ان حب الحياه بيخلي المتسابقين يعملوا اي حاجه عشان الجمهور يصوت لهم، لدرجه ان اولى بتطلع تتكلم مع الجمهور في لايفات وهي قلعه بيحس صوت لها وكده. ومش كده وبس، لا ده في مره بتفضل تشرب كتير جدا وبيجي لها كاسبر اللي قلق بالصدفه من النوم وبينصحها تدخل اوضتها فتطلب مني يوديها، فبياخدها لاوضتها فعلا. والمشكله بقى ان اولى في الوقت ده بتعرض عليه يعملوا علاقه سوا لان ده اللي الجمهور عايزه، ولو شافوهم بيعملوا كده هيصوتوا لهم عشان يشوفوهم تاني، لكن كاسبر بيرفض بشكل نهائي، بس رفضه من قبوله ملوش لازمه لان جيمس بيدخل عليهم في الوقت ده، وبيكون جيمس بيحب اولى شويه، بيتعب لما بيشوفها بتخونه مع كاسبر فبيتجنن وبيخنق كاسبر عشان يقتله، لكن لحسن الحظ بتوصل لوني في الوقت المناسب وبتوقفه وبيعدي الموقف ده على خير. تاني يوم بقى بيكون معاد المتسابقين مع نتيجة تصويت جديد، وبيعرض عليهم فوركاس او نيرو نتيجة التصويت، وبتكون اولى اقل واحدة في التصويت برضو، مفيش حد اصلا قريب منها، فبناء عليه مش هتتحدى حد وهيكون ليها اختبارها الكويس. وكالعادة بتروح اوضة العرض وبيبدأ نيرو يعرفها الاختبار، واللي بيكون كالاتي: في صور كتير في الارض كلهم مقلوبين على ظهرهم، ولازم اولى في دقيقتين بس تجمع كل صورتين شبه بعض وتحطهم مع بعض وبكده هتكسب ومش هتموت، بس للاسف بتفشل فبيكون مصيرها الموت. لكن فوركاس بيعرفها ان لسه عندها فرصه تعيش لانها هتعمل اختبار اسمه العجله الدواره، واللي هو عباره عن عجله فيها 9 احكام، منهم حكم بيقول انها ترجع للمسابقه بسلامه، وحكم تاني بيقول انها تموت بطريقه ما فيهاش الم، والسبع احكام الباقيه كلهم طرق موت
كانت بشعة بشكل بشع جدا، فبتلف أولى العجلة بحذر وهي تتمنى أنها تفضل في المسابقة، بس للأسف بيجي حظها أنها تموت بطريقة التمدد على الطاولة، ودي طريقة بشعة للموت. فبتخاف أولى جدا وبدون مقدمات بتهجم على واحد من المقنعين وبتفضل تعض في رقبته لحد لما بتقتله من غزها، بس باقي المقنعين بيوقفوها وبيضربوها فبيغمى عليها. لما بتفوق بتكون في أوضة العرض ومربوطة في ترابيزة من أطرافها الأربعة، فجأة بتبدأ أطرافها تتشد بقوة فبتتقطع وبتموت وهي تتحذف، مشهد صعب وأليم جدا. بعد ما ماتت بقى بيرجع المتبقيين للقاعة الرئيسية وبيكونوا كاسبر وكات ولوني وجيمس، بس هم اللي فاضلين 4 متسابقين من 8. في الوقت ده بيجي فوركاس أو نيرو، أنا كل شوية بقول لك فوركاس أو نيرو ليه؟ عشان ما حدش يجي يقول لي أنت عملت تقول نيرو نيرو على طول يعني. المهم بيعرفوا ان في اعلان نتيجه جديده وبيعلن النتيجه عشان يكسب كاسبر باعلى نسبه تصويت، وبيخسر جيمس وبيجيب اقل نسبه تصويت. فبيوضح فوركاس ان كاسبر كسب وجيمس خسر لان الناس كلها شافت ان كاسبر كان محترم معقولة ورفض عرضها وما رضيش يعمل معاها علاقه، لكن جيمس شك فيه وكان عايز يقتله، فبيتصدم جيمس وبيعتذر له، لكن ده مش مهم. المهم فعلا ان نيرو بيعرف جيمس ان تحديه الجاي مش هيكون سهل ابدا، لان حاليا هيبدا تصويت على 4 مصارعين أقوية جدا، والجمهور هيختار واحد فيهم بس يلعبوا مباراة مصارعة حتى الموت. بيبدأ التصويت وبعد ساعة بيكسب واحد من المصارعين اسمه بوتس، وبيكون واضح ان بوتس قوي جدا، فبناء عليه بيحس جيمس انه خلاص هيموت، فبيصور فيديو بيودع فيه بنته الطفلة نينا وبيعتذر لها انه ما كانش الأب اللي هي محتاجاه، وبيعرفها انه بيحبها وهو بيعيط ومتأثر جدا. بعدها بيروح جيمس على قاعة العرض وبيبدأ قتاله مع بوتس، ورغم قوة بوتس إلا ان جيمس بيكون متسلح برغبته في الحياة، فبيكون قوي جدا وبيفضل يضرب في بوتس كتير بكل قوته لحد ما اخيرا بيقدر يقتله. فبيفرح الكل انه كده هياخد فرصة تانية في الحياة، لكن نيرو بيكون ليه رأي تاني لانه بيدخل لجيمس المصارعين التلات تانيين وبيعرفوا انه لازم يقتلهم ويخلص عليهم عشان يكسب، ولان دي مهمة مستحيلة. فبيكون متأكد جيمس انه هيموت، فبيودع كاسبرو والباقي بحزن وبيبدأ يتقاتل معهم، وكان متوقع بسهولة بيموت، وبكده بيتبقى بس كاسبر ولوني وكات. فبيرجع كلهم للقاعة وكلهم زعلانين جدا، لكن كاسبر مش بيهتم بأحزان وحاليا، وبيقعد يتكلم مع نيرو وبيسأله انت بتعمل كده ليه؟ فبيعرفوا نيرو انهم بقوا عايشين في عالم غبي، اي واحد ملوش لازمه زيهم عايز يتشهر ويبقى مهم، وهو ما فادش البشريه باي حاجه، عشان كده حب يعلمهم هم والعالم درس مهم بالمسابقه دي. ده لو على كده بقى المفروض يلموا كل بتوع التيك توك الا من رحم ربي. طبعا بيشوف كاسبر ان ده كلام شخص مجنون، فبيفضل يتخانق مع نيرو، لكن نيرو مش بيهتم وبين الحوار معاه. بعد كده بتقعد لوني مع كاسبر، ولانها عارفه ان خلاص اهمها في الدنيا بقت معدوده، بتقرر تعترف له بحبها وهو كمان بيعترف لها بحب، بس بعد فوات الاوان بقى يا جدعان، لان خلاص كام ساعة وهتموتوا. المهم تاني يوم بيكون معادنا مع نتيجة تصويت جديدة، والمرة دي بيكون كات واخدة اقل نسبة تصويت. بناء عليه بيجي نيرو بيعرفها اختبارها، هو باختصار انها تلعب مباراة شطرنج معاه، لو كسبت هترجع للتحدي، اما لو خسرت فهتلف العجلة زي اولى، وهي حظها بقى. فعلا مش بيعدي وقت طويل وبتروح كات لغرفة العرض بتبدأ المباراة، وللأسف طبعا بتخسر، فبتلف العجلة ولحسن الحظ بتقف العجلة عند حكم فرصة تانية، وبيعرفها نيرو ان فرصتها التانية انها تدخل اختبار مميت ضد لوني، واللي تعيش فيهم هتكمل. لكن كاسبر لانه بيحب لوني بيطلب من نيرو يدخل هو الاختبار ده مكانها، بس نيرو بيرفض وبيخرج كات اصلا من الاختبار، وبيدخل لوني وكاسبر لغرفة العرض، والمقنعين بيدوا كل واحد فيهم سلاح وبيطلبوا منهم يضربوا على بعض، واللي هيقتل التاني الاول هو كسبان. لكن كاسبر ولوني مش عايزين يقتلوا بعض، فبيقرروا قرار صادم هو انهم ينتحروا، وكل واحد فيهم بيقتل نفسه في مشهد حزين جدا. وبموتهم بتنتهي المسابقه المجنونه دي بفوز كات. بعدها بنعرف من الاختبار ان للاسف الشرطه ما قدرتش تحدد المكان اللي كانوا فيه ولا عرفوا مين كان ورا المسابقه، ولكن هيكملوا تحقيقهم يمكن يوصلوا لحاجه. وبعد فتره بقى بنشوف كات قاعده في كافيه كده وبتشوف لقاء مع واحد من علماء البرمجه ورجال الاعمال اللي غيروا شكل التكنولوجيا والعالم، عشان نتفاجئ ان الشخص ده هو ايوه نيرو. وبكده بنعرف ليه الشرطة ما قدرتش توصل لمواقع الجرائم دي كلها، لان باختصار نيرو العبقري قدر يخفي اثاره كويس وما يخليش حد يوصل له. بس مش دي المفاجأة الوحيدة، المفاجأة الحقيقية بقى ان نيرو لما بيخلص اللقاء وبيرجع بيته بيجيله هناك كات، وبنعرف انهم بيحبوا بعض اصلا، وهي كانت في المسابقة عشان تراقب الكل مش اكتر، ونيرو كان متأكد انها مش هتتقتل وكان عامل حسابه كويس ومخطط لكل حاجة عشان ما يقتلهاش.
فيلمنا النهارده ممكن تحس ان هو ممل حبتين في الاول كده، لكن الفيلم هيعجبك والاحداث بتجري بسرعه، فما تزهقش بسرعه وركز في الفيلم عشان يعجبك. شجهز. طب يلا بينا. بيبدأ فيلمنا ببنت ماشية في ممر وبتصرخ وبتنادي على أي حد يساعدها، بعدين بتدخل جوه أوضة وبتلاقي جواها صور بنات مقتولين وحد بيتكلم من مكبر صوت بيقول لها أهلا بيكي في قلعة القتل، وهوب باب الأوضة بيتقفل وبيبدأ يضخ غاز جوه الأوضة والبنت بتقع في الأرض وبتموت. بنروح بعدها لعيلة إليك وبيكون هو ومراته ماري وبنته ليفي في الطيارة ومتجهين عند بيت أليسون والد إليك عشان يحتفلوا بعيد ميلاده الـ80، وكام ابن إليك وصاحبته تارا بيكونوا رايحين برضو لعيد ميلاد لكن هم رايحين باليخت. بعدها الجماعة بيوصلوا الجزيرة اللي عايش فيها أليسون والمساعد بتاعه برنهام، وبيلاقوه بنى قصر كبير جدا على الجزيرة دي، وماري بتقول لإليك أبوك عمال يبعتر في الفلوس وبنى قصر كبير جدا وهو في السن ده قدامه 3 ساعات ويموت منه لله الله يخرب بيته. المهم الجماعة بيروحوا يسلموا على أليسون، وإليك بيسألوا على أخوه كايل إذا كان هيحضر عيد الميلاد ولا لأ. أليسون بيقول له أنا عزمته هو كمان وهيوصل بعد شوية. بعدين كلهم بيدخلوا البيت وبيتفرجوا عليه وبيكونوا مبهورين بالتصميم بتاعه. بيسمعوا بعدها صوت كلاب الحراسة وهي عمالة تهوهو، فأليسون بيقول لبرنهام واضح إن في حد وصل تعال نشوف مين. بيكون الواد كام وطارة، فبرنهام بيسافر بالسفرة الخاصة بالكلاب، ولما بيسمعوا صوت السفارة بيفتحوا الطريق وبيبعدوا والشباب بيقدروا إنهم يدخلوا. بنروح بعدها لكايل وجو حبيبته واللي كانوا في الطيارة وفي طريقهم للجزيرة. جو بتسأله أنت كويس؟ هو بيقول لها لا أنا بقالي كتير ما قابلتش أبويا بعد المشاكل اللي حصلت بينا والمشوار ده تقيل على قلبي أوي الصراحة، فهي بتقول له دي فرصة كويسة عشان تصلح علاقتك بيه. وبعدها بيوصلوا أخيرا وكايل بيعرف جو على عيلته اللي مفيش حد فيهم بيطيق التاني حرفيا. البنت بتقول لهم انها مبسوطه بمعرفتهم السودة دي، فأليسون بيقول لها انت شكلك بنت غلبانه عايشه ازاي مع ابني مصاص الدماء ده، خلي بالك ده حرامي وسرق مني شركتي وورثني وانا لسه عايش، وبيقول لها خلي بالك على نفسك منه. فقايل بيقول له يابا الحاج انا انقذت الشركه من الافلاس عشان انت ما كنتش شايف شغلك صح، المفروض تشكرني مش تقطمني كده، انها حقا عائله عاوزه قنبله تنفجر فيهم كلهم وتاخدهم الصراحه. المهم بعد السلامات والتحيات الجماعه بيدخلوا البيت كلهم وبيقولوا اخيرا العيله كلها اتجمعت من تاني، لكن كايل بيقول بس مش كلنا متجمعين ناقص اختي فيرجينا ونبقى كده كلنا متجمعين بالتمام والكمال. فبرنهام بيقول له انها اعتذرت ومش هتقدر تيجي لكنها بعتلكوا السلام. بعدين العيله كلها بيقعدوا يشربوا كاس مع بعض، وماري وجوي بيقوموا عشان يحضروا الغدا. الوقت كان بيقول لهم انه هيروح الحمام، ولما بيعدي على المطبخ بيلاقي قطه عاوزه تاكل وبيلاقي سمكه محطوطه على المطبخ فبيحطها للقطه تاكلها، وفجاه ماري وجوي بيسمعوا صوت خبط وبيجروا على المطبخ وبيلاقي القطة بعد ما اكلت السمك جسمها اتحل وتفرتكت حرفيا والمكان كله تلطخ بالدم. فالعيلة كلها جت تجري على صوتهم ومش قادرين يفهموا هي ماتت كده ازاي. بعدها الجماعة بيقعدوا مع بعض وبيقدموا لأليسون الهدايا بتاعتهم، وبعدها كاي بيقول لهم انا جيت وعملت الواجب اهو وهقوم امشي عشان عندي اشغال كتير. فإليك بيقول له يا عم اقعد وحشنا الجو الاسري ده، لكن أليسون بيقول له سيبه يغور طالما هو عايز كده. فكاي بيقول له انت هتعمل لي فيها الاب الحنان وانا ابن الشرير يا اسطى، انت اللي خليتني اقسى عليك بسبب عمالك السوداء وجهودك علينا طول عمرك. بعدين بيدخل عليهم برنهام ومعاه صندوق كبير وبيقول لهم ان حد مجهول بعت الهديه دي، وبيفتحها كام وليفي وبيلاقوا جواها شنطه وجوه الشنطه صندوق ومعاه كارت مكتوب فيه اهلا بيكم في لعبه الخطر. اوبا بيبدا الفيلم بقى من هنا. بيشرح لهم اللعبه وبيقول لهم انها لغز جريمه قتل مش معروف مين هو الجاني وانتوا هتكونوا المحققين، وفحصوا الادله موجوده وشهاده الشهود وتقارير التشريح عشان تقدروا تحلوا اللغز ده وتعرفوا مين القاتل وتكسبوا اللعبه. وبيكون موجود في الشنطه كل الاوراق والمستندات اللي فيها كل الادله دي. البت ليفي واليسون بيكونوا متحمسين جدا للعبه، لكن كايل بيقول لهم مش ناقص اقرف على المسا انا ماشي وسايبها لكم خالص، وبيخرج من المكان وبتخرج وراه جوي وبتقنعه انه يقعد ويكملوا بقيه الاجازه هنا، وهو بيقول لها انا لو قعدت اكتر من كده ممكن اقتل ابويا سيبيني امشي يا بنت الناس الله يخليكي. فهي بتقول له ابوك راجل عجوز وبيخرف ما تحطش كلامه في دماغك يا اسطى مفيش احسن من لمه العيله. هو بيقتنع على طول بكلامها وبيقعد فعلا، وبعدين بيلاقي العيله كلها خرجت من الاوضه وأليسون بيقول له انه تعبان وهيطلع ينام وبكره يبقوا يلعبوا اللعبه دي وهو فايق. وبعدين العيله كلها بيروحوا على اوضهم عشان يناموا،
لما قايد بينام بتقوم جو من جنبه بتسيبه بتمشي. بعدين بيشتغل جهاز الانذار وكلهم بيفوق على الصوت وقايد بيقوم يفتش على جوي، وفجأة بيلاقي كل الابواب وشبابيك البيت اتقفلت بابواب حديد، وبيلاقوا شخص بيكلمه في مكبر الصوت وبيقول لهم اهلا بيكم في قلعة القتل. وبيجي أليسون وبيسألوه انت اللي عملت كده، وهو بينكر فبيعتقد ان برهام هو اللي عمل كده، وبيفضلوا ينادوا عليه لكنه مش بيرد ولا بيظهر ابدا. وبعدين كلهم بيدخلوا الاوضه وبيلاقوا ورقه مكتوب عليها اصحوا والعبوا معايا. فكايل بيقول لأليسون انت فاكر نفسك روش يعني بحركات العيال اللي بتعملها انت وبرهام دي؟ فكان بيقرا بقيه المكتوب وبيقول لهم ان القاتل مازال طليق ولما تحلوا اللغز هيتعرف هو مين، لكن من شرط الفوز باللعبة ان اللي هيفوز هو واحد بس والباقيين هيبقوا اموات حرفيا. ليفي بتقرا كتاب موجود في اللعبة وبتقول لهم اللعبة عايزانا نبقى ايد واحدة، تقريبا اللي بعت اللعبة عارف اننا عيلة مفككة وملناش خير في بعض. فإليك بيقول لهم انا مش هلعب معاكم، وبيسأل ابوه فين الزرار اللي يقدر يفتح بيه الابواب الحديد دي. أليسون بيقول له انه موجود في الاوضة التانية. لما إليك بيجي يدخل بيلاقي مكتوب على الباب ما تدخلش، فما بيهتمش وبيدخل برضه لكنه بيدوس على قنبلة، والشخص اللي بيكلمه في المكبر بيقول له انت هتلعب اللعبة غصب عنك ودي ارصد ودن، وهوبا القنبلة بتنفجر وجزء من رجليه بيتفرتك حرفيا، وشكل الموضوع دخل في الجد يا جدعان. فالجماعة بيلحقوه وكان بيقول له لازم نكوي الجرح عشان وقف النزيف ده. فعلا بيحطوا كتلة حديد في النار ولما بتسخن بيحطوها على جرح إليك والموضوع بينتهي. بعدين كايل بيفضل يهزق في ابوه وبيقول له انت السبب، انت اللي عملت كده عشان تنتقم مننا لاننا رمينك زي الكلاب وعايش لوحدك واخدنا منك كل ثروتك. فليفي بتتحمق عشان جدها وبتزعق على كايل وبتقول له ده راجل مشلول هيعمل كده ازاي. فأليسون بيقول له وليه ما تكونش جوي هي اللي عملت كده عشان كده هي اختفت. كلهم فضلوا يرموا الاتهامات على بعض وكل واحد بدا يشك في التاني. بعدها كان بيقوم يكسر الشباك عشان يخرج، لكن ليفي بتقول له اهدى على نفسك يا برو، احنا مش هنعرف نخرج من هنا ولازم نلعب اللعبه زي ما الراجل البركه ده عاوز. لكن كاي بيقول لهم انتوا مجانين، القاتل معروف هو مين، الواد برنهام، وانا هدور عليه واقتله وهخرج من هنا. الشخص بيكلمه في المكبر وبيقول له العب اللعبه يا كايل انا بحذرك، لكنه بيمشي ومش بيهمه وبيروح معاه الوقت كام وبينزلوا القبو وبيلاقوا تحت الارض ممر سري. في نفس الوقت ليفي وترى بيفتحوا ملفات القضيه عشان يجمعوا معلومات ويحلوا اللغز، والصوت ده بيكلمهم وبيقول لهم اربطوا الخيوط ببعضها وجمعوا من الملفات دي الحروف الخاصة بكلمة السر بتاعت الصندوق عشان يتفتح. خلوا اللعب يحلو كده يا جدعان. والبنات بيلاقوا الصور واسماء الضحايا اللي قتلهم القاتل وبيقولوا يمكن اول حرف من اسمائهم هو كلمة السر وبيجربوا، طبعا بيكون غلط لان ده اي هاري يعني وخلاص. بنروح بعدها الكام وبيلاقي اوضه بابها مفتوح وبيدخل جواها وبنلاقيها هي نفس الاوضه اللي شفناها في اول الفيلم والباب بيتقفل عليه هو كمان. وبنروح لكايل وبيظهر برنهام وبيضربوا بعض شويه، لكن برنهام بيرقده في الارض وبعدين بيختفي. كايل لما بيفوق بيروح للجماعه وبيقول لهم برنهام ظهر وضربني وبعدين اختفى وهو اللي ورا كل اللي بيحصل ده، وبيقول لهم ان البيت فيه ممرات سريه كتير وشكلنا هنتسحل هنا. بعدين بيسمع صوت كام وهو بيصرخ وبينزلوا كلهم الدور اللي تحت وبيلاقي الواد محبوس في الاوضه ومش عارف يخرج، والغاز بدا يتضخ والواد بيتخنق، وفجاه بيلاقي جثه ست مرميه في الارض، ولما بيقرب منها بيلاقي جثه عمته في ريجينا ودي اللي شفناها في الاوضه في اول الفيلم في اول مشهد. كايل بيروح لأليسون وبيقول له انت اللي قتلت في ريجينا ودلوقتي عاوز تقتل كام واحد، افتح ام باب ده بدل ما اخلص عليك. برضه البت ليفي بتتحمق عشان جدها وتتخانق مع كايل، وبعدين الخناقه بتكبر وأليسون بيحاول يكهرب كايل بتقنيه موجوده في الكرسي المتحرك اللي قاعد عليه، لكن الكهرباء بتمسك فيه هو وجزء من وشه بيتحرق، لكن بيفضل عايش عادي وبيقدروا ينقذوه. وبعدين كايل وليفي بيرجعوا تاني عند كام وكايل بيفضل يكسر في الجدار عشان يخرجه، لكن بيلاقي الاوضه متامنه كويس جدا ومستحيل ان اي حد يقدر يهدها، والوقت كان بيموت قدام عينيهم وهم مش قادرين يساعدوه. بعدين الجماعه بيتجمعوا مع بعض وبيفكروا هيخرجوا من الورطه دي ازاي. كايل بيقول لهم انه هيرجع تاني للممر السري يمكن يلاقوا باب يخرجوا منه، وماري بتروح معاه. وهما ماشيين في الممر بيفتح باب وبيقع فيه كايل، وماري بتقدر تطلعه لكن بيجي برنهام وبيزق تاني، والمره دي بيقع لتحت وبيلاقي نفسه جوه اوضه عمليات، وبنشوف جوا على سرير العمليات وفي بطنها جرح كبير وخياطه، والشخص المجهول اللي بيكلمهم في المكبرات بتاعت الصوت بيكلمه وبيقول الاوضه دي عباره عن فرن يا باشا، وبيقول له قدامك 3 دقايق وتطبخ وانت حي، والنار بتبدا تولع في
المكان كله. وفي الاوضه اللي فوق الجماعه بيسمعوا صوته وبيلاقوا ان في باب في الارض بيوصل الاوضه اللي قايل فيها وبيبصوا عليه من خلاله، والصوت بيقول له لو عاوز تخرج من هنا طلع المفتاح من الجرح بتاع جوي، وهي بتقول له يعمل كده بسرعه، وبيبدا يفك الخيطه فعلا بالمقص وبيفضل يدور على المفتاح وبيخرج كل احشائها بره حرفيا، وفي الاخر مش بيلاقي المفتاح وبيلاقي انها صفاره الكلب، والبت جو بتموت، وكال بيفضل جوه الاوضه وجسمه بيسيح حرفيا من شده السخونه، وبعدها اكيد طبعا بيموت. بعد ما بيموت الباب اللي في الاوضه اللي فوق بيتفتح لوحده. بعدها إليك بيسال ابوه ايه قيمه السر، هو بيقول له عليها، وإليك بيقدر يفتح الصندوق وبيلاقي جوه كتاب عباره عن مذكرات اليسون، والراجل المجنون اللي حابسهم بيقول له مبروك يا اسطى انت لقيت اعتراف القاتل وعلى وشك انك تكسب. فإليك بيقعد يقرا الكتاب وبيكتشف ان ابوه واجداده من يجي 200 سنه وهم قتله، وبيورثوا القتل من جيل لجيل لجيل. وبعد ما بيقتلوا الناس الاغراب بيقتلوا كمان افراد عيلتهم، يعني زوجاتهم وابنائهم، وإليك بيكتشف ان ابوه هو اللي قتل امه وحرمه منها وهو لسه طفل. وكمان اليسون جمعهم هنا وعمل اللعبه دي عشان يشوف مين هو الوريث اللي يستحق يبقى قاتل ويضحي بعيلته عشان ينقذ نفسه وكمان ما يبقاش عنده رحمه. فإليك بعد اللي قراه بيقوم يدشمل اليسون حرفيا وبيطلع عين اهله، وبعدين بيشنوه وبيموت. وبعدين ابواب البيت كلها بتتفتح، والصوت بيكلم إليك وبيقول له مبروك يا معلم، اليسون كان ضحيتك الاولى، اقتل بقى الباقيين عشان تبقى انت الوريث والقاتل الوحيد اللي بقى من العيله. فالجماعه بيقولوا لازم نخرج من هنا حالا، وماري بتقول لهم هنعمل ايه في الكلاب اللي بره، فطرب تتطوع تنزل هي اوضه الفرن عشان تجيب صفاره الكلب من قايل، وفعلا بتنزل تجيبها وكلهم بيخرجوا من البيت، لكن بيرنهام بيضرب عليهم نار وإليك بيتصاب. فالجماعه بياخدوه وبيدخلوا بيه في اوضه المخزن يستخبوا. بعدها طرب بتقول لهم انا هخرج اشوف الوضع بره واشوف اي وسيله نمشي بيها من هنا، وبتجري ناحيه الشاطئ وبتلاقي قارب هناك وبترجع تاني عشان تقول لهم، لكن بيرنهام بيفضل يضرب عليها نار وكمان الكلاب بتجي وراه، وبتفضل تقول لليفي تصفر بالصفاره لكن هي مش بتلاقيها وبتقول انها وقعت منها. فالبت طلبت تنط جوه بير كده وبتفضل ماسكه فيه، لكن الكلاب بتوصل وبتعضها من ايديها والبت بتقع لتحت والكلاب بتنط وراها وبتموت. طبعا بنروح تاني للجماعه وإليك بيقول لهم اهربوا اهربوا انتوا وسيبوني هنا. ماري وليفي بيرفضوا في الاول لكن بعد كده بيقرروا يمشوا. فجاه الصفاره بتقع من ليفي وما بتقول لها هي كل ده كانت معاك وسيبت طاره تموت. فالبت بتطلع سكينتين وبترشهم في دماغ إليك وبتقول له جدي ما كانش متوقع انه هيموت على ايدك انت يا تافه. فماري بتقول لها انت كنت متفق معاه على كل ده؟ قالت لها حصل يا ست الحبايب، ده الاجرام ورث في العيله بتاعتنا. فماري بتجيب سكينة عشان تقتلها لكن ليفي بتسبقها وبتضربها بطلقة تجيب أجلها، وبكده تبقى هي اللي كسبت اللعبة وهي ورثة الإجرام للعبة. وبتخرج تقابل بيرنهام وبتقول له أنت هتكمل شغلك معايا أنا من هنا ورايح. هو بيكون فرحان بيها قوي ابن المعتوه ده. يبدأ فيلمنا بكاي سي اللي بيكون شغال في محل لعب أطفال ولابس لبس مهرج، نفس الوقت بيجيله صاحبه ليو جون، وساعتها كايسي بيشوف كائنات شكلها غريب جوا مترو، بيبدأ يتعارك معهم شوية وبيخلص عليهم، وبعد كده بيرجع تاني للواقع وبنعرف انه كان بيتخيل لانه بيعاني من امراض نفسية، ولما بيمر بظروف صعبة دايما بيحب يستخبى في شخصية المهرج ويخرج كل الغضب اللي جواه. المهم عمنا ليو كان جاي لكاي عشان يعرض عليه صفقة تطلعه من الفار اللي هو فيه، وبما ان ليو بيشتغل في شركة عقارات فالصفقة هي ان في شخص عاوز يبيع شقته اللي تساوي 12 مليون ب6 مليون بس، لانه مستعجل على البيع ومحتاج الفلوس في اقرب وقت. فليو بيطلب من كاي يرهن شقته اللي ورثها من ابوه، والليو هو كمان هيرهن شقة ابوه واللي قيمتهم هتبقى 6 مليون عشان يشتروا الشقة دي، وبعد كده هما يبيعوها بال 12 مليون ويبقوا هما اللي كسبانين. طبعا كاي بيرفض العرض ده وبيقول له الشقة دي الحاجة الوحيدة اللي بقت من ريحة ابويا، وكمان امي تزعل لو انا اتصرفت فيها. بعدها بنشوف كاي قاعد عند امه في المستشفى واللي بتكون في غيبوبة من وقت طويل وفقد الوعي، وبنشوف البت ليو واللي بتكون ممرضة في المستشفى. ايوه هي اسمها شبه اسم ليو اللي كان بيكلم كاي من شوية، فاحنا مش عايزين نركز في الاسماء لان كلهم اسمائهم واشكالهم شبه بعض اصلا. المهم هي تبقى برضه حبيبة كاي ومتربيين مع بعض من صغرهم. فكايسي كان بيستظرف عليها عشان يفتشها في مبلغ لان المرتب بتاعه مش مكفيه، فالبنت بتقول له ما كانش يتعز والله انا ما حلتيش حاجه يا اسطى. بعد كده واحد من المرضى طلب ليه وتجيله وتديله حقنه، فالبنت راحت تديها له لكن المريض طلع بيستخف دم وبتحرش بيها، فعمنا كاي عمل معاها جلاشه وكسر الاوضه باللي فيها. بعدها رئيسه ليو في الشغل بتقول لها ادي اخر تمشيك مع الواد المريض ده، هو يكسر وانت يتخصم لك مرتبك حق اللي كسره.
بتقول لها انها جابلها عريس غني جدا وبتقنعها توافق عليه عشان يريحها من القرف ده كله. طبعا الواد كاي بيسمع كل الكلام ده وبياخد على خاطره وبيزعل جدا. على اخر اليوم ليو كانت خلصت شغلها ومروحة، فكاي سي بيقول لها لو قابلت شخص مناسب اتجوزيه. فالبنت قالت له انا قابلت الشخص المناسب من زمان لكنه مش هيتجوزني، وتقصده هو طبعا لانه فقير ومش لاقي ياكل اصلا، فهيتجوزها ازاي؟ فالواد بيقعد يشكي هم لامه وهي نايمه ومش حاسه بيه اصلا، وبيقول لها انه مش لاقي حتى تمن علاجها وحالتها تصعب على الكافر، وطبعا بسبب الفقر ودي الحال هو في المشاكل دي كلها. الواد كلم ليو جون وبيقول له الشقه باسم امي هينفع رهنها؟ فليو جون بيجيب الورق في المستشفى وبيبصم الحاجه وهي مش دارينا بالدنيا، وكاي سي بيقول له لو الفلوس ما رجعتش يا اسطى انا هطلع عين اهلك. فبيقول له عيب عليك يا اسطى، هو لعب عيال ولا ايه؟ المهم ليو اخذ الورق وسلمه لشخص يشبه بتوع المافيا كده واسمه اندو. وكاي سي ما كانش مرتاح للواد ده بتاتا، ولا حتى انا كنت مرتاح له صراحه يعني. بعدها كاي كان ماشي بالموتوسيكل بتاعه، والغريبه انه بيلاقي اندو ماشي وراه وبيراقبه. على اخر اليوم كاي فضل يتصل بليو جون لكن بيلاقي تليفونه مقفول. اوبا الواد بدا يقلق، لا كنا صبايا يا معلم. بعد كده كاي كان قاعد عند امه في المستشفى، بتجيله رساله من ليو جون وبيقول له فيها انا اسف يا صاحبي، بس لو جات لي فرصه انا هعمل اي حاجه عشان اعوض لك فلوسك اللي راحت دي. فكايسي بيروح شركة العقارات اللي بيشتغل فيها ليو جون، والمدير بيقول له احنا فصلناه من شغل من وقت ما سرق الختم بتاع الشركة، وكمان سرق مبلغ مقدم من عميل. نفس الوقت كاي بيجي له اتصال من رقم مجهول وبيقول له انت جيت المكان الغلط. بيقول له يبص من الشباك، فعلا بيبص وبيلاقيه اندو. بعدها اندو بياخد الواد وهو مغمى عينيه وبيقعده قدام عم الحاج اندرسون وبيقول له انت وصاحبك رهنتوا الشقه عندنا عشان ليو جون ياخد من شركتنا قرض ب 6 مليون، وبعد قيمه الفايده بقوا 8 مليون، ومن شويه الواد ليو جون ضيع كل المبلغ في كازينو قمار وهرب ومفيش قدامي حد غيرك عشان اساله على الفلوس. بيقول له انت شقتك قيمتها 3 مليون، يعني عشان تسد بقيه المبلغ بس هتفضل تشتغل بتاع 30 سنه مثلا. وبيعرض عليه عرض تاني، بيقولوا احنا عندنا سفينة هتطلع من هنا وهتروح على فرنسا، ممكن تركب فيها هتلعب شوية ألعاب، لو كسبتها هتسدد الدين اللي عليك، ولو كسبت بأعلى درجة ممكن وانت ماشي تاخد مبلغ تاني تظبط بيه حالك وتظبط بيه دنيتك، ولو خسرت هنبقى نشوف هنعمل فيك ايه. وبيديله دقيقة واحدة بس عشان يفكر، يشتغل 30 سنة ويسدد الدين اللي عليه، ولا يروح السفينة ويلعب اللعبة اللي معرفش هي عبارة عن ايه اصلا ويسدد الدين في خلال كام يوم بس. وبعد تفكير كاي بيختار انه يلعب اللعبه وامره لله. بعدها الواد بيروح يودع ليو وبيقول لها انه مسافر في شغل ولو اتاخر عن اسبوع تشوف حالها، وكمان بيقول لها تشيك جهاز الاكسجين اللي امه عايشه بيه. فالبنت بتعيطه بتقول له انت هترجع وانا هفضل مستنياك صدقني. بعد كده كاي بيروح مكان غريب وبيكون مع ناس كتير جدا. الواد اندو والجماعه اللي معاه بيخدروا كل الناس دي تقريبا عشان ما يعرفوش هم فين، وهما بينقلوهم من مكان لمكان. فبيجي واد يدي حقنة كاي، قام المعلم ضربه وجري ركب عربية، وحصل شوية مطاردات كده، وفي النهاية اتضح ان الواد بيتخيل انه هرب لانه بيتخيل كتير وكده، لكن بالفعل بيحاول يهرب بجد، لكن اندو بيضربه طلقة بس ما بتكونش فيها رصاصة، دي بتكون حقنة مخدرة، والواد بيغمى عليه. بعدها بيفوق بيلاقي نفسه جوه سفينة هو وكل الناس اللي كانت معاه، والجماعة بيختموا على رقبتهم ختم برقم لزوم اللعب بقى وكده. بعد كده كاي سي وكل الناس بيخرجوا من القفص اللي قاعدين فيه وبيدخلوا جوه قاعة كبيرة، بيكون موجود قفص وجواه نمر ضخم جدا، والحاج اندرسون بيقف يقول لهم قوانين اللعبة اللي هيلعبوها، بيقول لهم قدامكم 4 ساعات وبيشرح اللعبة، وهي عبارة عن 3 نجوم و12 بطاقة، البطاقات دي بتبقى متقسمة لثلاث فئات، منهم 4 بطاقات مقص و4 حجر أربعة صخرة، وبيقف لاعب قدام لاعب وكل واحد منهم بينزل ببطاقة، واللي بيكسب بياخد من الخسران نجمة، وبيبقى جنبهم صندوق إعادة تدوير البطاقات عشان لو حد حب يغير البطاقات اللي معاه ولا حاجة. وبيقول لهم شروط المكسب هو إنك ما تخسرش ولا نجمة وتخلص كل الكروت اللي معاك، يعني لو اتبقى معاه كروت أو خسر نجمة كده هو خسران وهيستبعد من اللعبة. فشخص بيقول له طب وإيه لازمة النمر ده يا باشا؟ فبيقول له هتعرف إيه لازمته لما تخسر، تقريبا كده الخسرانين هيبقوا وجبة عشاء للنمر ده. بيقول لهم لو قدرتوا تكسبوا اللعبة كل الديون بتاعتكوا هتتمسح، وكمان في فرصة تقدروا تاخدوا كارد أثناء اللعبة عادي تشتروا بيه نجوم إذا خسرتوا النجوم بتاعتكوا أو تشتروا بيه بطاقات، وبيقول لهم إن الكارد ده بيبقى مرة واحدة بس طول اللعبة. بعد كده بيرحب بيهم بيقول لهم نورتوا عالم الحيوان يا رجاله.
بعدها اللعبة بتبدأ وكل واحد بيحارب الوقت عشان يكسب، والواد كاي بقى ماشي في وسطهم مش فاهم اي حاجة خالص. بيجي له شخص صيني زيه وبيقول له احنا بلديات يابا تعال نساعد بعضينا، وبيقول له انه دخل المكان ده 3 مرات كل مرة بيكسب. بيقول له مش شرط تيجي هنا عشان تسد الديون، ممكن تيجي هنا عشان تكسب فلوس تبقى غني. بيقول له ان المكان هنا مليان كاميرات عشان في مجموعة من الاغنياء دافعين فلوس كتير جدا وقاعدين يتفرجوا عليهم. فالواد ده بيتفق مع كاي انهم يلعبوا سوا ويحطوا البطاقات زي بعض بالترتيب لحد لما يتعادلوا كده، محدش فيهم هيخسر النجوم بتاعته، وكمان هيخلصوا كل البطاقات ومحدش فيهم هيبقى خسران وهيخرجوا من المكان ده عايشين. فكاي صدق الواد ولعب معاه، لكن الواد بيخزوقه زي ما ليه وجين كان مخزوقه قبل كده، وطلع بيضحك عليه واخد منه نجمتين يا باشا. بعدها الواد كاي بيغمى عليه من الصدمه، بنشوف ليه وجين هو اللي بيفوقه، وكاي بيقوم يدور في الضرب لان هو سبب في كل اللي بيحصل له ده. بعد كده بيقعدوا يتكلموا مع بعض، وليوجين بيعتذر له على كل اللي حصل وبيقول انه كان واخد قرض من الجماعه دول وكان عاوز يسده ومعهوش ولا مليم، عشان كده اضطر يرهن شقه ابوه وكمان نصب على كاي عشان يسد القرض برضه، لكن كان المبلغ اكتر من كده بكتير وما قدرش انه يسده. بيقول لكاي انه جه المكان ده على امل انه يكسب مبلغ كبير جدا ويعوضه عن الخازوق اللي عمله فيه، بس للاسف هما الجوز معهمش غير كل واحد نجمه واحده بس ومعرضين للموت. وكاي سي بيقول له لازم نلاقي شخص عنده نجمتين ومعهوش بطاقات ونعمل معاه صفقة عشان ناخد منه نجم احتياطي. فليو جين بيقول له انا هجيب لك شخص حالا يا باشا. فعلا بيعترض على ميونج وبيكون معاه نجمتين بس ومعهوش بطاقات، فبيتفقوا معاه يلعبوا هم البطاقات على النجوم بتاعته والمكسب يبقى على الكل. فالواد بيشوف البطاقات اللي معاهم وبيوافق وش، وهم في طريقهم لترابيزة اللعب الواد غفلهم وجري منهم، واتضح انه سرق بطاقة من بتوع كاي سي وراح يلعب بيها لحساب نفسه لكن بيخسر ابن الغبية. فالرجالة اخدوه وعملوا معاه جلاشة واخدوا منه النجمة اللي باقية، فبيفضل يتوسل ليهم ما يسيبهوش هنا يموت عشان عاوز يرجع لبنته اليتيمة، وبيقول لهم انه ما كانش ناوي ينصب عليهم بس هو اتخدع هنا كذا مرة فبقى ينصب هو كمان عشان يضمن انه يعيش. وبيقول لهم انه شاف ان كل البطاقات اللي مع كاي سي 4 مقصات وورقة واحدة بس مختلفة، وبيقول له عشان تلعب صح تضمن المكسب لازم يبقى معاك كل الانواع بشكل متوازن. بيبدأ كاي يفكر بشكل سليم ان دول 12 بطاقة ومتقسمين على 4 مجموعات، كل مجموعة فيها 3 بطاقات مختلفة، اللي هيلعب الجولة هيلعب ببطاقة واحدة من كل نوع علشان يحافظ على توازن اوراقه. بيبدأ يحط الخطة يا معلم، وبيقول لهم يلاقوا شخص يكون معاه 9 بطاقات ويتابعوه اذا لعب بالصخرة ومقصات جولتين ورا بعض يعرفوه فورا، وبيروح ياخد قرض ب 500,000 عشان لو حبوا يشتروا نجوم او بطاقات. فعلا بيلاقوا راجل بركة كده وبيلعبوا معاه والحمد لله ياخدوا منه نجمتين. نفس الوقت الحاج اندرسون بيدخلوا معاه شخص قفشوه بيرمي البطاقات بتاعته في الحمام لانه كان معاه 3 نجوم وعاوز يتخلص من البطاقات ويظهر قدامهم انه كسبان وكده، لكن هم اكتشفوا انه بيخدعهم والمعلم ضربه طلقه في دماغه وقتله. وبيقول لباقي الناس ان مش باقي في الوقت غير ساعة و15 دقيقة واللعبه تنتهي، واللي هيفوز هيطلع الدور التاني، وان عشان يحققوا الفوز لازم يخزوقوا الناس التانيه يا باشا، ويقصد طبعا النصب اللي احنا بنشوفه من اول ما اللعبه بدات. بعد كده الشباب بيفكروا هيعملوا ايه وهم لسه محتاجين 4 نجوم عشان يضمنوا انهم يكسبوا اللعبه ويعيشوا. فكاسي بيبص على عدد البطاقات وبيقول لهم اللعب كله على المقص والورقه ومحدش بيقرب من الصخر خالص ولا بيلعب بيها، فاحنا نشتري منها كميه كبيره جدا ونلعب عليها، بما ان محدش من الموجودين هيبقى معاه كميات من البطاقه دي فاحنا كده ضمننا الفوز. فعلا بيبداوا يشتروا البطاقات يا باشا، وبعد كده كاي سي وزع البطاقات بالتساوي بينه وبين ميونج وليو، وكل واحد فيهم معاه نجمه وهيبداوا يلعبوا كل واحد لوحده. بعدها ليو بيقول له فاكر لما كنت دايما اسالك حصل ايه في عيد ميلادك الثامن؟ دايما كنت تقول لي مش فاكر. فبيقول له كل اللي فاكره هو صوت شخص بيصفر، صوت ده رعبني. وبعدها بيدخل عصابة يغموا عيونه وبيخطفوا ابوه، وبيقول له انا مش متاكد اذا كان اللي انا فاكره ده حقيقه ولا انا بتخيل. بعدها قالوا ميونج بيبلغ كايسي انه لاحظ ان ورقه الصخره اعدادها بدات تقل، السحب عليها بقى كبير وبقيه الورق وقف. فكايسي بيستنتج ان حد احتكر بقيه الورق زي ما هم كمان احتكروه، وكده البطاقات اللي معاهم مش هيبقى ليها 30 لازمه وكل بيلعب عليها وبكده هيخسروا. فميونج وليو بيجازفوا وبيلعبوا ويمكن تيجي معاهم ضربة حظ ولا حاجة، لكن للأسف بيخسروا الجولة. بعدها الشباب قعدوا محبطين جدا من اللي حصل، فبيجي لهم شخص بيكون هو القائد بتاع الشخصين اللي لعبوا مع ميونج وليو، وبيقول لكايسي انه شافه لما خد فلوس القرض وكمان قطع عليه وهو بيحتكر بطاقات الصخرة، فهو كمان احتكر بقية البطاقات عشان يزنقه ويكسب.
بعد هاري كتير الاتنين اتراهنوا انهم هيلعبوا جولة واحدة، وكاي سي لو كسب هياخد من الاخ ده 3 نجوم، لو الباشا هو اللي كسب هياخد من كاي سي كل الفلوس اللي معاه. فعلا يا جماعة بيبدأوا الجولة وكاي ابننا هو اللي بيكسب، لانه بعملية حسابية صغيرة قدر يفهم نوع البطاقات اللي مع الباشا ده، وفي من البطاقات اللي معاه سوقها نايم ومش هكسبه مهما عمل، وفعلا تفكيره بيطلع صح. بعدها كاي سي بيرد على الواد انه ياخد منه فلوس، كمان ياخد من البطاقات عشان يضمن انه مش هيموت لو البطاقات دي فضلت معاه وما قدرش يكسب حد، لانه كده كده معاه 3 نجوم ولو اتخلص من البطاقات كده يعتبر كسبان. فالواد بيوافق على الصفقه يا باشا. بعد كده بيجي نفس الشخص اللي نصب على كايسي في الاول، بيقول له ايه رايك اديك النجمه اللي انت محتاجها وتديني قدامها 5 بطاقات وتفكك من اصحابك اللي معاك وتخرج من هنا سليم. كايسي بيرفض لانه عارف ان الشخص ده اكيد عاوز ينصب عليه تاني. الواد بدا يخوفه بيقول له لو خسرت ودخلت الاوضه السوداء هتشوف مهازل جوه، دول بيعملوا عينات جينيه علينا وبيقطعوا في لحمنا، فاستهدى بالله خد النجمه وهات البطاقات يا اسطى. لكن كاي ما بياكلش معاه الهاري ده وبيرفض برضه. بعدها الواد ده بيجمع كل الناس لان حالهم من حاله وفي نقص في البطاقات ومش عارفين لو لعبه هيقدروا يكسبوا ولا لا، وبيقول لهم تعالوا نلم البطاقات ونعمل لها اعاده ترتيب ونقسمها من تاني كل واحد ونصيبه بقى. معظم الناس بيوافق على الاقتراح ده، يمكن بكده يكون عندهم فرصة للنجاة من الموت. بعد كده ابن النصابة ده لم البطاقات وقعد وجمع الناس حواليه وبدأ يعيد ترتيبها. قايسي فكر انه يدخل معاهم في الحوار ده، فعلا بيدي البطاقات بتاعته لابن النصابة وبيبدأ يرتبهم من اول وجديد، وبيوزع على كل فرد عدد البطاقات بتاعته من تاني. لكن بيجي عند كاي وبيحدف له البطاقة في الارض، عيل اصفر يعني وكده. وبعدها الواد ده بيلعب وبيكسب طبعا، لانه كاي بيلاحظ ان في نقص في بطاقات المقص والمعلم ده نصب عليهم واخد البطاقات اللي يقدر يكسب بيها نفسه وبس. كايسي بيعمل له صياح وبيفهم كل الناس النصبايا اللي الواد ده عملها، بيقول له انا كنت عارف انك مش سالك من الاول، ويبدأ يكشف كل الورق اللي معاه ومع الناس بحسبة بسيطة كده. فالواد النصاب بيقول له كده هنلعب ازاي بعد ما كشفت كل واحد فينا معاه ايه؟ فبيقول له انا اكتر واحد معاه ورق وهحط على الترابيزة 3 انواع واللي قدامي هو اللي يختار البطاقة اللي هتنزل، وبكده يبقى عدان العيب. فعلا بيبدأ يلعب مع شخص والتاني والتالت وهما يكسبوا جولة وهو يكسب جولة، وبيقدر يجمع كمية النجوم اللي محتاجها، لكن بيكون لسه معاه بطاقات كتير. بنشوف الواد النصاب كان عمال يكمل نصب على الناس عشان يعيد ترتيب الورق اللي معاهم، لان الوقت قرب يخلص والورق اللي معاه اتكشف ومش هيقدر يكسب. فكاي بيقول له تعال يابا العب معايا انا، ما انت مش هتلاقي حد غير يلعب معاك اصلا. فالواد بيوافق وبيبداوا اللعب وبينزل بالبطاقه بتاعته، لكن كاي قبل ما يلعب بيطلب منه يعتذر لكل الناس اللي نصب عليهم وكمان يضرب نفسه بالقلم كذا مره. بعدها كاي بيلعب وبيخسر قدامه وبيدخل الاوضه السوداء، هو كان عارف انه هيخسر لكن كان عاوز ينتقم من الواد ده ويهزقه خلاص، وكمان عارف ان اصحابه هيشتروا خروجه من الاوضه السوداء بالنجوم الزياده اللي معاهم. بعدها بنشوف كاي في الاوضه السوداء وقعد جنب راجل بركه كده، وكان حاطط على ظهره شاش وقطن ومعظم جسمه كان مشوه. الراجل ده بيبدا يقول له انت كنت ملفت للنظر وانت في الصاله، اذكى اخواتك ما شاء الله. بعدها الحاج اندرسون بيقف يتكلم مع الشباب بيقول لهم لو حد فيكم عاوز ينقذ اي شخص يخصه من الاوضه السوداء يدفع 3 نجوم ويخرجه. الواد ليو بيقول له انا هدفع النجوم واخرج كاي، لكن كل الناس بيتلموا عليه زي المسحورين حرفيا وبيعرضوا عليه مبالغ كبيره جدا عشان يشتروا منه النجوم، لكن هو بيرفض. وبنتفاجئ ان الواد ميونج نصاب واخد منه النجوم والفلوس، وبيقول له فكك من كاي، احنا لو بعنا النجوم بالاسعار دي هنبقى اغنياء جدا وهنسدد الديون بتاعتنا، وكمان هيبقى معانا ملايين هتنفعنا لما نخرج من هنا. وبيرمي شويه فلوس لليو وبياخد هو الباقي وبيسيبه بيمشي. فالواد ليو ابن الواطي هو كمان خد الفلوس واختار نفسه وبس، وبيقول لكاي سامحنا يا صاحبي، ما انت متعود على خوازيق بقى مش اول مره يعني. الواد كاي قاعد يندب حظه، والراجل اللي جنبه بيقول له اوعى تثق في حد في المكان ده، حتى في اخوك اللي من دمك اوعى تثق فيه في يوم، والفهلوه والنصب هما اللي هيخلوك تخرج من هنا عايش. بيقول له كان المفروض تدخل هنا وانت معاك شيء ثمين عشان تضمن انهم هيخرجوك عشان يستفادوا منك مش عشان سواد عيونك يعني. بيجي شخصين يدفعوا نجوم للحرس عشان يخرجوا الشخص ده، لكن كاي بيهجم عليه وبيضربوا في بعض شويه، وهنعرف دلوقتي هو ضربه ليه. المهم الراجل البركه ده بيخرج واصحابه بيستقبلوه، لكن مش بيلاقوا الشاشه اللي كان ملزوق في ظهره. بنشوف وقتها ان كاي خمن ان الشاش ده تحتيه شيء ثمين زي ما هو قال له من شويه، واكيد الحاجه دي هتخلي الراجل ده قاعد رايق كده والناس بره كل شويه بيخرجوه من الاوضه السوداء. فعلا بيلاقي تحت الشاش ده الماس، وطبعا هو عمل كده عشان الجماعه دول يدفعوا نجوم للحرس
ويخرجوه بالألماس اللي معاه، وفعلا بيحصل. فكان معاه راجل بركة كده بيقول له هو خارج يروح لابنه المريض، لما يخرج من هنا يطمن عليه وبيقول له ان ابوك بيحبك قوي وكان عاوز يعمل اي حاجة عشان تخف. فقايسي بيخرج من الاوضة دي، واحد تاني بيركن عاطفته على جنب، بيمسك الواد ميونج يرزعه علقة تمام، وبياخد منه النجوم والفلوس، وكمان اخد من ليو الفلوس، وبكده هما الاتنين بقى مصيرهم الموت. وبيروح يدفع نجوم للحرس عشان يخرج عم الحاج الغلبان ده، وبيقول له يروح يطمن على ابنه بنفسه، رجولة يا اسطى والله. وبعد كده اللعب تنتهي وقايسي بيخرج من السفينة بسلام. بعدها بيرجع تاني المستشفى عند البنت ليو، وبيعمل فيها مقلب كده وبيقف يصورها وهي مخضوضة، وبعدين بتاخده حضن مطارات كده يعني. بعد كده بنشوفه قاعد جنب امه في مستشفى وبيلمع حد بيتحرك بره، بيبدأ يجري وراه. في النهاية بيكتشف ان الواد اندو، وبيسمع صوت صفارة، وده نفس صوت الصفارة اللي سمعها يوم ما ابوه اتخطف. وبيجي من وراه اندرسون وبيقول له انت مثير للاهتمام وذكي زي ابوك، وهنا بنفهم ان ابوه كان متورط مع الناس دي في حوارات زمان، وكان بيدخل السفينة دي وبيلعب نفس اللعبة، ولما مات مات وهو هناك. تخيل كده يا صديقي، لو انت معكش فلوس وفقير وحالتك تصعب على الكافر، ومحتاج تعالج اخوك المصاب بالكانسر، وتعرض عليك انك تكون في لعبة حياة او موت، يا ترى هتوافق مقابل انك تكسب فلوس ولا هترفض؟ ده اللي هنشوفه في فيديو النهاردة اللي مليان العاب مرعبة ومليان احداث مرعبة هتستمتعوا بيها. شجز؟ طب يلا بينا. بيبدأ فيلمنا بإيريس وهي في مقابلة شغل في مطعم، والمقابلة كالعادة بتنتهي زي أي مقابلة شغل إنها تستنى منهم تليفون بالقبول أو الرفض. وإيريس بتدور على شغل للأسف عشان أخوها اللي مريض كانسر ومحتاج عملية زرع نخاع، وهي ما عندهاش الإمكانيات اللي تخليها تقدر تعملها له. بعدها إيريس بتروح تقابل الدكتور باردين المسؤول عن حالة أخوها بناء على طلبه يعني، وهناك بتتعرف على رجل أعمال تشيب، وبيقول لها إن باردين حكى له عن حالة أخوها وكمان عن ظروفها المادية، وبيقول لها أنا ممكن أوفر لك فلوس العملية والمتبرع كمان، وكمان هضمن لك حياة جميلة كلها رفاهيات، بس ده مش صدقة مني، ده هيحصل لو جيت عندي بكرة ولعبت لعبة مع مجموعة من المتسابقين، ولو كسبتي هتاخدي كل اللي قلتلك عليه، ولو خسرتي مش هتاخدي اي حاجة. وبيقولها ان باردين في يوم من الايام لعب في المسابقة دي وكسب، ومن يومها بقى دكتور وعنده عيادته الخاصة، وكمان لسه بنساعده لحد دلوقتي. فإيريس بتقوله قشطة هفكر في الموضوع ورد عليك، هو بيديها الكارت بتاعه عشان تبقى تتواصل معاه. بعدها إيريس بترجع البيت وبيجي لها تليفون من الشغل بيقولها انها ما اتقبلتش، واخوها كان متضايق جدا عشانها، لانها بتحاول بكل الطرق انها توفر له فلوس علاجه، وحاسس نفسه انه بقى عبء عليها خصوصا ان هو الراجل وهي البنت يعني. فإيريس بتلاقي قدامها حل غير انها تروح المسابقة وتلعب اللعبة اللي ما تعرفش لحد دلوقتي هي عبارة عن ايه، بس عشان تقدر تعمل العملية لاخوها ويقوم بالسلامة. بتكلم تشيب في التليفون وتتفق معاه انها تدخل المسابقة. بعدها توصل عربية من طرف شيب وبتاخد إيريس لحد بيته، ودي بيتم فيه المسابقة. بيستقبلها ديفانز واحد من رجالة شيب، وبيدخلها جوه مع بقية المتسابقين اللي حالتهم المادية وظروفهم صعبة عشان كده جهم المسابقة دي. لجأوا لشيب لنفس السبب اللي هي لجأت ليه، لما تدخل بتتعرف على اتنين منهم هما كارل ولوكاس، بتقول لهم انتوا تعرفوا حد من الموجودين؟ هما بيقولها لا ما حصلناش الشرف، لسه اول مره نشوف بعض هنا، وبيوقفوا يشربوا كاس مع بعض. بنروح بعدها لباردين كان قاعد يقلب في صور زمان، وبيتذكر كلامه مع الشيب بعد ما إيريس سابتهم ومشي، كان بيقول له انها بنت غلبانه ومش هتقدر على اللعبه دي، وشيب بيقول له دي لقطه يابا، عندها سبب قوي يخليها تقاتل لحد لما تكسب، وهو مرض اخوها الكانسر. وبعدين بيسكت ضمير باردين بظرف فيه قرشين حلوين كده، لكن واضح ان باردين ضميره لسه صاحي ومش مرتاح للي حصل، لانه عمل كده وبيسلم له المتسبقين او الضحايا غصب عنه عشان شيب راجل مجرم وممكن يأذيه لو ما نفذش اوامره. نرجع تاني للجماعه، ودي فانز بيطلب منهم انهم يسلمون كل متعلقاتهم الشخصيه يعني الموبايلات والمفاتيح واللازم منه عشان ده قانون المسابقه. فالمتسبقين بيسلموا حاجاتهم، وبعدها بيقول لهم يلا بينا على اوضه اللعب، وبيدخلوا اوضه فيها السفره وبيقعدوا كلهم عليها. بيوصل المعلم تشيب ابنه جوليان، الباشا بيرحب بيهم وبيعرفهم على ابنه، وبعد كده ديفانز بيقدم لهم العشاء. فإيريس بتقول له انها نباتيه ومش بتاكل اللحوم، لكن تشيب بيقول لها طب لو دفعت لك 10000 دولار هتاكلي ولا لا؟ فهي بترفض تاكل برضه. بعد كده بيأمرها تاكل بالقوه يا اما تاخد بعضها وتخرج من المسابقه، فهي بتاكل غصب عنها وبتكسب ال 10000 دولار وكمان هتكمل في المسابقه. بعدها شيب بيلاحظ ان كين واي مش بيشرب الويسكي بتاعه، بيسأله ليه مش بتشرب كين واي؟ فكين واي بيقول له انه مبطل من زمان لانه كان مدمن كحول وخسر كل فلوسه في شرب الخمر، وبسبب كده هو موجود هنا واشترك في المسابقه لانه بقى على الحديده ومحتاج الفلوس. فشيب بيعرض عليه شاب ازازه ويسكي بحالها
ياخد $50,000. فكين واي بيرفض، لكن برضو بيساومه ان لو ما شربش هيخرج من المسابقه ومش هيطول حاجه خالص. فالباشا بيشرب الازازه بحلقه، وبعد كده بيشيل الاطباق من على السفره وبيستعدوا للعب. يا باشا شيب بدا يشرح لهم قواعد اللعبه وبيقول لهم انها عباره عن اختيارات، يعني هيحط قدامك طريقتين للتعذيب، انت تختار منها طريقه واحده بس. كمان طالما اخترت ما ينفعش تتراجع عن اختيارك والا هتتقتل. كمان مسموح ليك تاخد القرار في 15 ثانيه بس، ولو عدت الوقت وانت لسه بتفكر برضه هتتقتل. فالجماعه بيقولوا له انت ليه عاوز تعمل فينا كده؟ هو بيقول لهم هو يا عند اشوفكم بتاخدوا قرارات مصيريه في وقت قصير وتحت ضغط، بعشق المعاناه، بموت في دي التنفس يا جماعه، بيس يعني. اخيرا بتبدا اللعبه وديفانس بيدخل عليهم بجهاز صاعق للكهرباء. فكين واي بيتعصب جدا وبيقول له انت جايبنا هنا عشان تاذينا وتهزقنا ولا ايه؟ انا عاوز امشي. شيب بيقول له خلاص يابا انت اتورطت في اللعبه واللي كان كان. فكين واي بيحاول يتهجم عليه، ام ديفانس ضربه طلقه في دماغه وقتله، وبعدين بيشيله جثته وشيب بيجبر الجماعه يبداوا اللعب. ديفانس بيحط على راس كال صاعق كهرباء وكمان ايمي، والشيب بيقول له يختار بين انه يكهرب نفسه او يكهرب ايمي. قال بيختار انه يكهرب نفسه، وبعدين ايمي بيجي لها اختيار اذا كانت تكهرب نفسها وتكهرب ليندا، ومن غير تفكير كتير كهربت ليندا وش، وبعدين ليندا مطلوب منها تختار تكهرب نفسها ولا تكهرب بيتر، طبعا بتختار بيتر. بنروح بعدها لدكتور باردين، والراجل كان على اخره بسبب اللي حصل، قرر ينتقل لنفسه ولبقيه الناس، واخد المسدس عشان يروح ينقذ ايريس ويمنع المجزره اللي هتحصل اللي احنا لسه ما نعرفهاش لحد دلوقتي. نرجع تاني للشباب، والدور بيجي عند ترافيس عشان يختار يكهرب نفسه ولا يكهرب لوكاس. اختار لوكاس طبعا، وبعدين لوكاس بيختار انه يكهرب نفسه لانه مش عاوز يأسي ايريس، وبعدين ايريس المفروض تختار تكهرب نفسها ولا تكهرب كول، والبنت جدعه وبتكهرب نفسها. هنا بتنتهي الجوله الاولى من اللعبه، والشيب بيدي لهم هدنه عشان يرتاحوا شويه من كتر الكهرباء اللي كهربوها. بنروح بعدها لباردن، وبيكون وصل عند بيت شيب وبينط من فوق السور عشان يدخل جوه. نرجع تاني للجماعه، والشيب بيبدا معاهم الجوله الثانيه من اللعبه، وبيقول لهم انهم المره دي لازم يختاروا وياخدوا القرار في 3 ثواني بس. ويبدا اللعب مع ايريس، وبيخيرها بين انها تطعن قلب بمفك في رجليه او تجلد ترافيس بالكرباج على ظهره 3 جلدات. هي بتختار تجلد ترافيس 3 جلدات، وبتقوم تضربه 3 جلدات يا باشا. بعدها بيجي دور لوكاس، والشيب بيخيره بين انه يطعن ايريس في رجليها بالمفك او يجلد ترافيس تاني 3 جلدات. فطبعا ترافيس بيقول له اجلد يا باشا، هي كده كده خربانه. لوكاس بيقوم يجلد على ظهره، والواد حالته بقت صعبه جدا. بعدين بيجي دور ترافيس نفسه، والشيب بيقول له يختار انه يطعن لوكاس بالمفك او انه يجلد 3 جلدات، بس المره دي ديفانز هو اللي هيجلده. فالواد بيقول له ده انت مستقصدني بقى، بس قشطه انا مش هطعن حد ويلا اجلدني يا عم خلينا اموت. لوكاس بيقول له انا موافق انك تطعنني يا اسطى، لكن شيب بيقول له هو خلاص اختار وما ينفعش يرجع في اختياره. ديفانز بيبدا يجلده، وحرفيا حالته بقت اصعب من الاول. بنروح بعدها لبيتر، وشيب بيقول له تجلد ترافيس 3 جلدات ولا تطعن ليندا بمفك. فبيتر بيعتذر لليندا وبيقول لها ما ينفعش اضرب ترافيس اكتر من كده، الواد هيموت مننا، وبيقوم طعنها في رجليها. وبعدين الدور بيجي على ليندا، تطعن ايمي او تضرب ترافيس. فست الكل بتطعن ايمي، فايمي بتديها بالايد في وشها. وبعدين بيجي دور ايمي، وشيب بيقول لها ها يا حلوه تكليت ترافيس ولا تطعني اي واحد انت تختاريه من اللعيبه، يا جدعان انتوا جايبين هنا تهزقوني ولا ايه؟ فايمي بنت مريضه نفسيا وغيرانه من ايريس شويه، وبتقوم تطعنها بالمفك في جنبها. بنروح تاني لباردن، والباشا نط من شباك القبو واخيرا دخل جوه البيت. بنرجع تاني للجماعه، وترافيس بيكون وقع في الارض وغاب عن الوعي لكنه لسه عايش. اما ليندا فبتكون ماتت وخروجها من اللعبه خلاص. وبعدين الدور بيجي عند كال، والشيب بيقول له تقتل ترافيس ولا تطعن لوكاس. فكال بيختار يقتل ترافيس لانه كده كده الواد خربان يعني، وبيقوم يضربه بالكرباك لحد لما بيموت. والرجاله بيشيلوا جثته وخرجوها بره، وشيب بيدي للشباب هدنه عشان يرتاحوا من الهيصه دي لحد لما بيبداوا الجوله الثالثه. لوكاس بيستغل ان الشيب والرجاله مشغولين عنهم، وبيقول لبقيه المتسابقين يلا بينا نهرب. فعلا بيقوموا يجروا، لكن شيب ورجالته بيتعاركوا معاهم، واللي بتقدر تجري منهم هي ايريس. شيب بيضرب كال طلقه وبيقتله، وبيمر بقيه الناس ترجع مكانها من تاني، وبيقول لفانز وجوليان يروحوا يفتشوا على ايريس ويرجعوها تاني. فعلا بيفتشوا عليها، واخيرا جوليان بيلاقيها في القبو وبيحاول يعتدي عليها، لكن ايريس بتطعنه بالمفك في رجليه وهو بيفضل يصرخ. فبيوصل باردن وبيقول لها انا جاي انقذك، ولسه بيعتذر لها انه ورطها الورطه السودا دي. فبيجي ديفانز يضربه طلقه في دماغه وبيقتله. بياخد ايريس وبيرجعها تاني عشان تكمل اللعبه، وديفانز بيبلغ شيب ان ابنه حاول يختصب ايريس وهي طعنته. فشيب بيعتذر لها وبيقول لها احنا نقتل
نضرب نعور نولع لكن نغتصب لا، امسحها في المرة دي. وبعدين شيب يبدأ معهم الجولة الثالثة ويقول لهم في الجولتين اللي فاتوا كنتوا تختاروا حاجة من اتنين انتوا عارفينهم، لكن الجولة دي هيبقى في اختيار انتوا عارفينه والاختيار التاني. وبيجيب برميل مليان مياه وبيوزع عليهم اظرف، كل ظرف جواه كارت هما مش عارفين الكارت ده فيه ايه، فلاما يختاروا يغطسوا راسهم في البرميل لمدة دقيقتين او يختاروا الكارت، وانت حظك بقى. بيبدأ اللعبة مع بيتر وبيتر بيختار الكارت لانه لعيب قمار قديم وبيحب يلعب البخت، بس للأسف بيطلع له في الكارت ان يمسك عبوة متفجرة ويفجرها وهي في ايديه. فعلا بينفذ اللعبة، ولما بتفرقع ايديه بتتدمر ومن شدة الخوف قلبه بيقف وبيموت. بعدها بيجي دور لوكاس وبيختار الكارت لانه مش هيقدر يقعد تحت الماية دقيقتين، وبيلاقي في الكارت انه لازم يقطع عينيه بالموس يا باشا، دمه 10 ثواني وينفذ والا هيموت. فعلا بيقطع عينيه بالموس وحاجة تجيب ضيق تنفس ورعب حرفيا. بعدها بيجي دور إيريس وبتختار انها تغطس في البرميل لانها مش عاوزة تجازف وتختار الكارت، ويطلع لها حاجة اصعب. فعلا بتغطس في المية وبتفضل تفتكر اخوها وانها لازم تفوز عشان تقدر تعالجه وبتقدر تكمل فعلا وتطلع من المية عايش. بعدها بيجي دور ايمي وبتختار الكارت عشان ايه، عندها عقدة من المية لان بنتها ماتت غرقان. سوء حظها بيطلع لها الكارت انها هتغطس في برميل المايه برضو، لكن 4 دقايق مش دقيقتين بس، وبتقوم تنفذ ومش بتقدر تقاوم وبتموت. حد هنا بتنتهي احداث الجوله الثالثه. مش بتبقى معانا غير لوكاس وايريس ويلعبوا مع بعض الجوله الاخيره. الاثنين بيقعدوا قدام بعض والشيب يقول لهم ليكوا اختيارين، يا واحد فيكم يقتل الثاني او تخرجوا انتوا الاثنين من هنا احياء لكن مش هتاخدوا مني فلوس. انا ذات نفسي في اللقطه دي كنت هشتمه الصراحه. ايريس بتبدا هي اللعبه وبيدولها مسدس يضرب لوكاس طلقه يا يتكلوا على الله يمشوا. لوكاس بيقول لها خلينا نمشي من هنا مالهون قبل فلوس، لكن هي بتكون عاوزه تعالج اخوها فبتقتل لوكاس وهي مضطره تعمل كده. وشويه المعتيه بيفضلوا يسقفوا لها انها كسبت المسابقه. بعدين شيب بيدي لها شنطه الفلوس وبيقول لها ان المتبرع بالنخاع الشوكي لاخوها جاهز ويقدر يعمل العمليه في خلال الاسبوع ده، وبيقول لها انه هينفذ كل اللي وعدها بيه، وهي بتشكره وبتمشي. لما بترجع البيت بتدخل تطمن على اخوها وبتلاقيه اخذ كميه حبوب كبيره جدا وانتحر لانه حس انه عبء عليها وعاوز يريح. والبنت بتنهار لما بتشوف المنظر ده لانها عملت كل ده على الفاضي يا باشا. نبدا فيلمنا مع يوتيوبر مشهور اسمه جاكس برو وعنده 125 مليون مشترك على قناه اليوتيوب زميل يعني. وبيقرر جاكس انه يعمل مسابقه العاب بمجموعه متسابقين ودي تبقى ضربته الأخيرة، وبعدها يعتزل اليوتيوب خالص ويسافر هو وخطيبته لجزيرة بعيدة يعيشوا فيها ويعتزلوا الناس. والفائز في المسابقة دي جاكس هيديله قناة اليوتيوب وكل حساباته اللي فيها ملايين المتابعين، واللي هياخدها هيبقى مشهور وغني وهيعمل فلوس كتير ملهاش عدد. عشان كده بيحضر للمسابقة دي عدد كبير من الناس، البنات والولاد والشباب وحتى الكبار في السن، كله طمعان في حسابات جاكس وبيحلموا كلهم ان باب الشهرة والفلوس يتفتح لهم، لكن ما كانوش عارفين اللي مستنيهم ولا انتوا عارفين ايه اللي مستنيهم. وبتبدا اللعبه الاولى واللي كانت عباره عن لعبه اوامر، وفي كلمه اذا اتقالت قبل الامر المتسابقين لازم ينفذوه، لكن لو ما اتقالتش يبقى محدش ينفذه. وبتبدا اللعبه اللي هي عباره عن لعبه اطفال اصلا وكل بيلعب ومستمتعين، ولكن بتلخبط اول واحد وبيعمل الامر مع ان الكلمه ما اتقالتش فبيخرج بره اللعبه، بس بيقابله الثعلب. والثعلب ده كان زي حكم بيحدد مين اللي بيخسر، وبعد ما اول خاسر طلع الثعلب بيقابله بشاكوش وبيرزعه على دماغه وبيقتله. في اللحظه دي كل المتسابقين انصدموا ومش عارفين هل ده حقيقه ولا لا. ومن الرعب واحده من المتسابقين بتجري عشان تهرب، ولكن واحد من الحراس اللي كان معاه بندقيه بيضرب عليها وبيقتلها. وهنا استوعب المتسابقين ان دي لعبه حياه وموت وكملوا الاوامر واللعبه، بس ما كانوش مستمتعين وبيهزروا بقى، لا دول كانوا مرعوبين. وفي واحد كمان منهم بيخسر وبيفضل 8 اشخاص بس، وهم دول اللي هيكملوا التحدي. وبعدها بينتهي المتسابقين الغرفة اللي عبتوا فيها، والحراس بيخلوهم يغيروا لبسهم لزي موحد وبياخدوا منهم اي حاجة كانت معاهم، وبيدخلوا بعدها على اللعبة التانية واللي كانت عبارة عن مسار من المربعات هيمشوا عليه طول ما مربعات زرقاء، لكن اول ما يسمعوا الصفارة المربعات لونها بيبقى احمر ولازم يقفوا وما يتحركوش الا لما يسمعوا الصفارة تاني، واول واحد هيغلط هو اللي هيخسر ويتقتل. وبتبدا اللعبه وبيعدي اول متسابق بسلام، وكان في متسابق اسمه ستيفن كان واقف مع واحد تاني اسمه وولتر، واثناء ما هم قاعدين بيتفرجوا على زمايلهم ستيفن كان عمال يصفر، فوولتر بيساله ليه بتعمل كده، وستيفن بيقول له اصبر وهتشوف. وبيجي الدور على واحده من المتسابقين، واثناء ما هي بتعدي
المربعات بتبقى حمراء فبتقف وما بتحركش، بس ستيفن بيصفر وبيقلد نفس الصوت بتاع صفارة تغيير الالوان، فالبنت بتفتكر ان اللون اتغير وبتتحرك مع ان اللون لسه ما اتغيرش وكان احمر، وبكده بتكون اول واحده تخسر، وستيفن ضحى بيها قبل ما يجي دوره اصلا، وما اضطرش انه يلعب اللعبه دي لان خلاص طالما واحده خسرت في اللعبه دي يبقى اللعبه انتهت. وبيرجع متسابقين لغرفتهم تاني، وكل كان بيبص لستيفن بطريقه مش كويسه بسبب اللي عمله. وبرده كان في واحده اسمها روس بتحاول انها تعمل فريق مع اي حد من المتسابقين عشان يساعدها انها تكسب، وبيجي الدور على ستيفن وبتحاول روس تكلمه لكن ستيفن بيتعصب عليها وبيضربها. وبنوصل بعدها للعبه الثالثه، ودي لعبه اختياريه اللي هيعديها خلال 30 ثانيه هيقدر يروح بيته عادي، ولكن لا يخسر طبعا هيموت، واللي مش هيلعبها هيكمل بقيه المسابقه. واللعبه كانت عباره عن متاهه صغيره من بطول الاطفال دول، فواضح انها سهله قوي، وعلى طول بتخشها واحده من البنات وكانت فاكره انها تكسب وترجع بيتها بسهوله، لكن بيتفاجئ ان الثعلب مستنيها جوه اللعبه وبيحاول يمسكها ويشدها، والبنت بتحاول تقاومه وفعلا بتخرج من المتاهه، لكن خرجت بعد ما 60 ثانيه خلصت، فالحراس بيقتلوها. بعدها بيسال الحراس مين تاني عايز يجرب، فواحده اسمها كاري بتقول انا هحاول، اصل انا مستحيل افوز ببقيه التحديات، فعلى الاقل احاول هنا بس يمكن انجح. بس صاحبتها ماكسين بتقنعها انها مش هتقدر تعدي وانها تكمل التحديات معاهم احسن، وفعلا كاري بتقتنع بسرعه ومحدش تاني بيخش المتاهه دي، وبيكملوا المسابقه. وبيصحى المتسابقين تاني يوم على اللعبه الرابعه، واللي كانت عباره عن الكراسي الموسيقيه، واول واحد هيخسر ده هو اللي هيموت، بس بقيه المتسابقين هيكملوا لعب عشان اخر واحد هيفضل ده اللي هيكسب مليون دولار. وبتبدا اللعبه، واول واحد بيخسر هو متسابق اسمه اي جي، والحرس بياخدوه بره غرفه، وبتستمر اللعبه عادي لحد لما بيفضل ستيفن وورث. بس بنكتشف ان بقيه المتسابقين محدش منهم اتقتل، حتى اي جي اول واحد خسر لسه عايش. وبنكتشف ان جاكس غير قانون اللعبه خالص وقال ان التحدي من اخر اتنين فاضلين، اللي هيكسب هياخد المليون ويكمل المسابقه، واللي هيخسر هيموت. وفعلا ستيفن وورث بيلعبوا مش بس على مليون دولار، لا دول بيلعبوا على حياتهم، وورث هي اللي بتقعد على الكرسي لما الموسيقى تقف، لكن ستيفن بيخنقها من ورا وبيضرب فيها وبيرميها من على الكرسي وبيقعد هو، وبكده بيكسب اللعبه والمليون دولار وهيكمل التحدي. بس بعدها بنكتشف ان روس ما ماتتش، والحراس خدوها عشان تقابل اليوتيوبر جاكس، وده عشان تتضم ليه وتبقى واحده من الحراس، وده بسبب ان شخصيتها المجنونه عجبت جاكس وعايزها تبقى جزء من فرقته. وبنخش بعدها اللعبه الخامسه، وكان فاضل معانا ستيفن وولتر وكاري وماكسين واي جي، واللعبه عباره عن لعبه غميضه عاديه، المتسابقين هيستخبوا في بيت كبير واول واحد الثعلب هيلاقيه هيقتله. وبتبدا اللعبه، وبتلاقي كاري فرصه قدامها عشان تهرب، ولكنها لما تفتح الشباك وتمشي بتسمع صوت صاحبتها ماكسين بتصرخ، وبنكتشف ان ماكسين كانت مستخبيه مع وولتر وستيفن في الدولاب، لكن ستيفن بيرميها بره الدولاب والثعلب بيمسكها وبيخنقها لحد لما بتموت، وكاري ما بتلحقش تنقذها. وبعد ما اللعبه خلصت ستيفن بياخد باله من روس وبيعرفها من ورا القناع، فروس بتقول له انا هعمل اي حاجه عشان ما تكسبش المسابقه دي يا ستيفن. وبنشوف بعدها روس مع جاكس وبيقول لها انه مسك الحارس ده وهو بيهرب سم، وغالبا كان عايز يستخدمه عشان يقتلني، فممكن تخلصي عليه. وفعلا روس بتقتل الحارس، وواضح ان روس بتحب جاكس وبقت وفيه ليه. وبنرجع متسابقين وبتبدا اللعبه السادسه، واللي كانت عباره عن كوره بتتلف بحبل حوالين عمود، واللي بيضربها ويلفها الاول بيكسب، بس بيكتشفوا ان الكوره دي كانت معدنيه وفيها شوك. وبتبدا اللعبه وبيلعب اي جي ضد وولتر، واي جي هو اللي بيكسب. بعدها بيلعب ستيفن ضد كاري، بس كاري بتسيب ستيفن يلف الكوره وبيكسب هو، وكاري ما بتلمس الكوره حتى، فستيفن سالها عن السبب وكاري بتقول انا مستحيل اهزمك، بس دلوقتي هلعب ضد وولتر عشان نحدد الخاسر، وانا ايدي سليمه لكن ايد وولتر متجرحه عشان لعب ضد اي جي. وفعلا كاري بتلعب وبتكسب، وستيفن بيقول لها ايوه كده بدات تلعبي بذكاء، وولتر اللي خسر الثعلب بيضربه النار، وبينزل ضرب على وشه، ولكن وولتر بنفسه الاخير بيقلع القناع بتاع الثعلب، فبيظهر وش واحد مجنون بيضحك وبيجيب شاكوش وبيكسر بيه جمجمه وولتر. وبنرجع لجاكس في بيته، واللي كان قاعد مع خطيبته واللي بيطلب منها تعمل له عصير، وبنكتشف ان الحارس اللي هرب السم كان جايبه لخطيبة جاكس، وفعلا بتحط سم جاكس في العصير وبتديه لجاكس، فجاكس بيطلب منها انها تدوقه لكنها بترفض، فبيحاول جاكس يشربها غصب عنها، ولكنها بتهرب وبتنزل من على السلم عشان تلاقي روس مستنيها تحت وبتقتلها على طول، وكانت خايفه من رده فعل جاكس لكنه بيشكرها عشان قتلت الخاينه دي. وبتبدا اللعبه السابعه، واللي كانت عباره عن جمله مخفيه وكل واحد ليه دور يتوقع حرف فيها، واللي هيتوقع غلط هيتكهرب، ومع كل غلطه قوه الصدمه الكهربائيه هتزيد، وطبعا اول واحد بيموت
هو اللي بيخسر وبتبدأ اللعبة. وستيفن كان عمال يغلط وكاري واي جي بيجاوبوا صح، وخلاص ستيفن كان فاضله شعره ويموت من الكهرباء، ولكنه بيرى الحروف اللي جمعوها وبيتوقع اللي ناقص وبيقول الجملة كلها على بعضها، وبكده هو كسب وخرج من اللعبة. وبيفضل كاري واي جي، فاي جي بيقول لكاري لازم نتنافس، وكاري بتكون مرعوبة بس اي جي بيقول لها ما تخافيش، وبيبدأ يقول الحروف. لكن الدور لما كان بيجي عند اي جي ما كانش بيجاوب وبيتكهرب، وفضل يعمل كده لحد ما الصدمة الكهربية بقت قوية قوي وبيموت، وبيضحي بنفسه عشان كاري تعيش. وبنوصل اخيرا للعبة الثامنة والاخيرة بين كاري وستيفن، واللي كانت عبارة عن علم، اللي هيمسكه الاول لمدة 3 ثواني هيكسب، بس في نفس الوقت ممنوع الضرب او ان حد فيهم يقتل التاني. وبيجري كاري وستيفن على العلم، وستيفن هو اللي بيوصل وبيمسك العلم وبيبدأ يحتفل، وكاري بتكون مرعوبة وبتستعد للموت. لكن وهي بتبص حواليها بتلاقي علم تاني على مسافة ابعد، فبتجري وبتمسكه، وبيستوعب ستيفن انه مسك العلم الغلط، وان العلم اللي مسكه ده كان علم تمويه عملته روس من هدومها عشان تخسر ستيفن زي ما وعدته، وقالت له انها هتخسره ومش هتسيبه يكسب. وبكده كاري هي اللي كسبت، وستيفن بيخسر اللعبة وبيموت. وبيخدر الحراس كاري عشان تصحى تلاقي نفسها في بيت جاكس، وبتلاقي كلمة السر واليوزر بتاع قنوات وحسابات جاكس، وبينزل حارس وبيقول لها ان البيت ده بقى بتاعها وهي كسبت دلوقتي وكل حاجة بقت ليها، وبيسيب لها تليفون. فبتتصل كاري على الشرطة وبيبلغ عن جاكس وعن كل اللي حصل. وبعدها بثلاث شهور بنشوف ان كاري بقت مشهورة وبقت يوتيوبر كبير وبتعمل اغاني وكده. لكن اثناء ما هي قاعدة بتشوف فيديو على الجزيرة اللي هرب ليها جاكس، وبنكتشف ان روس هربت معاه وبدأوا حياة جديدة سوا بعد نهاية المسابقة.